السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو سنتطرق إلى كيفية إنشاء حساب في باي بال بدون حاجة إلى أي بطاقة مصرفية، لا فيزا لا ماستر كارد لا إلى الأنواع الأخرى. طبعا أول شيء نقوم بزيارة موقع باي بال دوت كوم. لا حاجة، نكتب فقط باي بال دوت كوم، لا حاجة إلى نسخ عقد كامل. نضغط على أوفري بان كونت نقوم بالضغط على اوفر ان كونت غراتويتمون بار لي بارتيكولي بور بارتيكولي. هذا فقط لي بروفيسيونيل صاحب شركات بيزنس. هنا نقوم بوضع لادريس مال الخاص بنا. هنا بالنسبه للمود باس مطلوب منا ان يكون بين 8 الى 20 حرف، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون طبعا يحتوي على رقم بين الحروف، رقم من 1 إلى 9. والشرط الآخر أن يكون لدي يحتوي أيضا على حرف ماجيسكول على الأقل بين الحروف التي تريد كتابتها. طبعا نكتب المود باس الخاص بنا مع احترام الشروط. إذا نعيد كتابة المود باس. بالنسبة للمعلومات خينو نون دغاس إلى آخره، ليس بالضرورة أن تكون صحيحة أو تكون حقيقية، فقط مستعارة. إذا كنت تريد وضع معلوماتك الشخصية فلا مشكلة. إذا نكتب هنا مثلا دين دغاس، نكتب رقم زيلا هي، ليس بالضرورة كما أقول أن تكون صحيحة. إذا لين دادريس دو نتركها فارغة، نذهب إلى كود بوستال هاتفكم. بالنسبة لرقم الهاتف، أنتم ضعوا رقم هاتفكم الحقيقي، أنا سأضع رقم عشوائي فقط. رقم عشوائي طبعا نترك هذه فارغة لأنه لا نريد أن نستعمل بطاقة مصرفية. إذا نضغط على نضغط هنا نضغط على فاليدي كريي لو كونت. طبعا خطوات بسيطة جدا تمكنك من امتلاك حساب في باي بال. طبعا هنا ندخل هذه ندخل لك كتاب هنا طبعا هنا يقولون لنا لي فوتر كونت بانكي، يعني نربطه بحساب بنكي او هنا نربطه ببطاقة مصرفية. طبعا نحن الغرض من هذا ان نمشي حساب بدون اي بطاقة مصرفية، لذلك نضغط على اكسيدي مون كونت مباشرة نتجه الى حسابنا الجديد في باي بال. طبعا هو طبعا حساب جديد 0 أورو. طبعا يجب علينا ان تفعيل الحساب. تفعيل الحساب يا اما باستعمال الادريس مايل او باستعمال كارت بنكير. طبعا نحن سنضغط على كونفيرم الادريس مايل، نضغط هنا كليك يسي. طبعا تم ارسال رساله الى حسابنا في الى الايميل الشخصي الخاص بنا. طبعا ها هي الرسالة سيرفيس. طبعا نقوم بنسخ هذا الكود الخاص بنا كوبي. طبعا هنا يعطونا المعلومات التي أخذناها في عندما كنا في إطار إنشاء حساب الباي. طبعا هنا نقوم بعمل لصق للكود ونضغط على كونفيرمي. هنا نتجه هنا بالنسبة هذه المعلومات ليس بالضرورة، معلومات فقط للحماية. ندخل لبايبال.com وسنجد حسابنا في البايبال بدون حاجة بطبيعة الحال إلى إنشاء أي إدخال معلومات سيكوريتي فقط.
إذن مبروك عليك إنشاء حساب في الباي بال. إذا كنت أول مرة تشاهد سيمو على اليوتيوب بارتاجي. في انتظار حلقات أخرى إن شاء الله، وإلى اللقاء.